رأيكم كل فترة احنا بنستعين بعقول مصر النابهة والخبرات اللي اسهمت في مجالات متعددة في مصر، علشان في بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نقف ونعمل وقفة مع النفس ومراجعة ونشوف احنا ماشيين صح في ايه، محتاجين نعدل ايه. وزي ما قلت لحضراتكم عايزين نعتمد على الشباب وعلى قوة الدفع الجديدة، لكن دولة بلا استفادة من خبراتها اعتقد انها هتشتغل على حاضر ومستقبل بلا ماضي، ودي تبقى معادلة صعبة. وهناك بعض الضيوف يحتاجون الى تعريف والى تقديم، وهناك بعض الضيوف كفاية انه يتقال عليه المستشار عدلي حسين. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. ازي حضرتك، مشرفني ومنورني، وعلى المستوى الشخصي وحشني، واعتقد وحش ملايين المصريين. الف شكر. مشرفني ومنورني يا فندم. شكرا. عدلي بيك، عايز استعين بخبرات حضرتك في ملفين رئيسيين هنتكلم فيهم النهارده، الملف القضائي والاجراءات الجنائيه وما الى ذلك، طبعا بخبره حضرتك القضائيه، وكمان الصفة التنفيذية والمحلية باعتبار حضرتك واحد كنت من أنجح المحافظين في مصر. عايزين نتكلم شوية عن العمل المحلي والمحافظات وما في ذلك، وحضرتك طبعا عارف الملف ده. لا لا، تحت أمرك. الأمر لله. أشكرك شكرا جزيلا. خلينا نبدأ بالقضاء. حضرتك تعلم أنه في ثورة دلوقتي على مسألة الإجراءات الجنائية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وده بعد كل الأحداث اللي احنا خضناها في مصر على مدار السنوات الماضية. والحقيقة لما عرفت ان احنا بنعدل القانون بقاله اكتر من 60 سنة ولا سنة، حاجة رقم خرافي كده، مش عارف سنة حاجة 50 او حاجة 60، جات لي صدمة انه ازاي مصر بعد التطورات والعالم التغيرات اللي حصلت فيه احنا لسه شغالين بقانون بقاله 60 70 سنة، ومع ذلك برضو بقالنا كتير بيعدلوا في القانون، ووزير العدل قال لك شكل لجنة، واللجنة قالت لك نحن على وشك الانتهاء وكذا. حضرتك تشرح لنا، هي قصة صعبة للدرجة دي؟ شكرا جزيلا على استضافتي اولا. يعني عفوا يا فندم، شرف لينا. في هذه المساله هي مرتبطه بالعنوان الرئيسي اللي احنا دايما نردده، اللي هي مطلوب العداله الناجزه. صحيح. العداله الناجزه يعني سرعه الفصل في القضايا. مظبوط. وخلينا نركز هذه المساله فيما يتعلق بالقضاء الجنائي. القضاء الجنائي هو اللي عليه العين دلوقتي. صحيح. في انه القضاء المدني يحتاج ايضا الى تطوير، لان مش معقول ان يبقى لك قضيه مدنيه والناس بتقول بقى لي 20 سنه قدام المحاكم صح عشان اخد حقي او الى اخره. يعني ده كلها مساله معروفه يعني. مظبوط. لكن الحديث الدائر الان على القضايا الجنائيه ونوعيه معينه من القضايا الجنائيه اللي هي قضايا الارهاب. صحيح. يعني القضايا الجنائيه، القتل العادي، السرقه العاديه، يمكن ما بتشغلش الناس كتير، انما اللي شغلها دلوقتي قضايا الارهاب. صح. فبتشوف ان في يعني مده طويله في العمليه، والناس عندها حق في انها عايزه تشوف ايه الفصل في هذه المسائل. هذاك القانون الاجراءات الجنائيه دايما العين عليه، لان هو ده الاصل في العمليه. يعني انا ما بدورش على قانون العقوبات، قانون العقوبات بيحدد لي العقوبه بتاع الجريمه اذا ثبتت. صح. هذا امرها سهل. فلان قتل، افتح قانون العقوبات اشوف ماده القتل، العقوبه، وقع العقوبه. صح. بس كيف انتهت الامور الى هذه العقوبه اللي هي المحكمه والاجراءات الجنائيه. مظبوط. ودايما يعني انا اقول انه قانون العقوبات قانون المجرمين، قانون الاجراءات الجنائيه قانون الابرياء. بمعنى ايه؟ يعني قانون الاجراءات الجنائيه عمله من اول ماده الى اخر ماده يبرئ المتهم. قصد حضرتك ان هو معمول لمصلحه المتهم بالقطع، عشان يضمن كل اجراءات الدفاع عن المتهم. بالظبط. وفي النهاية إذا ثبت بالأدلة المعتبرة قانونا الجريمة يتوقع مفهوم أدلة العملية. تمام. ومن هنا العين على قانون الإجراءات الجنائية، نعمل إيه في إنه نيسر نسهل إلى آخره. صح. العملية. دون أن الإخلال بحقوق حق المتهم في الدفاع عن نفسه. حقوق المتهم قايمة على الآتي: حق الدفاع إنه ياخد راحته. أيوه. حق الطعن، مفيش حاجة اسمها من أول درجة، لازم يبقى هناك حق طعن. مظبوط. هذه المسألة ده في الأصل. صحيح. انت وفر السببين دول فضلا عن الصورة المثلى للمحاكمة المنصفة، القاضي الطبيعي يعني مش محكمة عسكرية ولا استثنائية، يبقى تحققت العدالة 100%. مظبوط. كيف أوازن بقى ما بين توفير الثلاث عناصر دول، قاضي الطبيعي، الضمانات، حق الطعن، وما بين طلب السرعة في العملية؟ هي دي المشكلة كلها. صح. قانون الإجراءات الجنائية بطبعه قانون كلاسيكي. يعني قواعد مستقرة قديمة، يعني يكاد تكون شبيهة بكل قوانين الإجراءات الجنائية في العالم. عشان أعدله أيوة عايز وقت. ليه؟
لانه طب هو الاول انا اسف قبل ليه؟ اتفضل. عشان اعدله ولا عشان اغيره؟ اغيره كله ده يبقى انا عايز دراسة على الاقل 5 سنين. يا سلام. انما اعدله ممكن. وهناك يعني في فترة الاخيرة انا سبب سؤالي يا سيادة المستشار انه قدم التاريخ هو اللي بيخليني اقول انه ربما اصبح غير ملائم لهذا العصر. في حاجات لازم نغيرها طبعا. ده الجريمة نفسها اتغيرت يا ريس. الجريمة اللي كانت بتحصل في الستينات والسبعينات وصور جديدة غير الجريمة اللي بتحصل دلوقتي وصور جديدة من الجرائم طبعا بلا جدال يعني. فأنا محتاج يعني وقت عشان قانون إجراءات الجريمة. كان هناك جلسة أنا حضرتها في اللجنة التشريعية في البرلمان في مجلس النواب. كان حاضر فيها زملاء قضاة وفي أساتذة من كلية الحقوق مع اللجنة التشريعية. كان الحديث على مستوى عالي. وأعتقد أن اللجنة التشريعية متفهمة الآن أن تعديل أو تغيير قانون الإجراءات الجنائية كله هيحتاج وقت كبير. تمام. وإحنا ما عندناش طرف الوقت. لا. إنما إيه اللي ممكن أعمله عشان أواجه المطلوب في شأن قضايا الإرهاب؟ مفهوم. عندي قانون مكافحة الإرهاب وعندي قانون الكيانات الإرهابية بيتضمنوا إجراءات جنائية خاصة بال تمام بهذه. أنا أعدلها ودي الأسرع عندي بقى. ولذلك يعني سيبنا من قانون الإجراءات العادي. أي. يمشي عادي في القوانين العادية ويكمل القوانين الخاصة دي. إنما اللي أنا عايزه بشأن الإجراءات الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب أدخلها قانون مكافحة الإرهاب أسرع. هل هيحصل نوع من أنواع التناقض؟ نوع من أنواع التقاطع ما بين القانونين؟ لا لا خالص. أجي أعدل هنا فلما أجي ألاقي نفسي بخبط في مادة هنا؟ لا، لأن الدستور بيحميني في هذه المسألة. كويس. الدستور بيقول يعني النص الخاص بقانون مكافحة الإرهاب إن القانون ينظم مواجهة الإرهاب بقانون خاص. فأقدر فساعدها يعني الاحتكام لهذا القانون. لهذا القانون. مفهوم. ومتغطي بالدستور. فدي مسألة بسيطة يعني. تمام. أنا شخصيا ويمكن قلت الكلام ده في أكثر من مجال. كنت تقدمت من واقع خبرتي بقى لحضرتك يعني نوهت إليها إن الواحد. لا وأنا طبعا. لا الله يخليك. لأن أنا فعلا قعدت 10 سنين رئيس محكمة جنايات وأمن دولة عليا. مظبوط. يعني وقعدت يمكن مدة طويلة أيضا 10 سنين كرئيس نيابة أمن الدولة العليا. فأنا عارف هذه النوعية من القضايا كويس قوي. تمام. في العملية كنت تقدمت بمشروع بهذا المعنى. أيوه. لوقتها يعني لمجلس قضاء الأعلى والسيد وزير العدل وللمرحوم المستشار هشام بركات النائب العام. الله يرحمه. الله يرحمه. وكان هو الحقيقة وإحنا قعدت أنا قعدت معه أكثر من مرة كان موافقني على هذا المشروع وأخذه وقال لي حتبناه. كويس. هو بيقوم على الآتي بسرعة. فحواه يا فندم. فحواه الآتي. أولا أنه أنا أعطي للمحكمة صلاحيات إنجاز القضية. بمعنى المحكمة في مثل هذه القضايا زي ما حضرتك عارف بيجي 10 المحامين. مظبوط. عن متهم واحد. فتخيل معايا أنا عندي 10 المتهمين في كام محامي. عدد كبير جدا. كل واحد عايز يتكلم. كل واحد عايز يدافع. كل واحد ليه طلبات. مظبوط. فتخيل معايا لو كل واحد بهذه الصورة. ده قصة طويلة جدا جدا. فأنا كان من ضمن الحاجات أعطي لرئيس المحكمة إنه يطلب من هيئة الدفاع إنها تختار 1 أو 2 يترافع. أيوة. والباقيين يقدموا مذكرات. خلاص. تمام. يبقى انا ما حرمتش الدفاع. صح. ولا حقوق. مش الفكره دي يا فندم اتخذت في التعديلات اللي حدثت على محكمه النقد؟ لا لا حضرتك لا ما اتخذتش. لا لا عايز ادي صلاحيه بهذا المعنى. طيب عارف حضرتك ان المجني عليه او المضرورين بيبقى لهم محامين بيطلبوا ادعاء مدني. مظبوط. امنع الداعي المدني. اسمها المدعين بالحق المدني. انا امنع الداعي المدني في هذه القضايا. امنع. طبعا. وهذا ليس فيه اخلال. ليس فيه اخلال. ليه؟ لأنه يوم ما يحكم عليه هياخد الحكم الجنائي ويطالب بالتعويض المحكمة المدنية بمنتهى السهولة. يعني لم يضع حقه. إنما أنا مش عملتها بس مراحل. مراحل طبيعي. تمام. وهذا لا يخالف لا الدستور ولا القانون. إنما تخيل معايا 50-60 محامي مع و50-60 محامي مع وكل واحد لازم ياخد حقه. مظبوط. يبقى أنا عايز وقدام قضاء طبيعي تاني أقول قاضي العادي يعني كنت دي مثلا نموذج من تشوف بقى توفر عليها كم يوم كم صحيح شهر صحيح في العمل. صحيح.
اتنين وفي بعض وطبعا مع كامل الاحترام للساده المحامين احنا بنتكلم عن لا بعض خالص اللي بيستغل بعض ثغرات القانون يعني الاجراءات الجنائيه دي ويماطل ويطيل يعني رغم ان هو عارف انه في النهايه مش حاصل لحاجه بس في النهايه الاطاله ده بيبقى هدف بيبقى في اجراء كتير. حاجه تانية مساله رد القضاه ايوه لمجرد رد القاضي ايوه برضه ماشي يرد القاضي ما عنديش معنى تمام انما احدد للمحكمه انها تفصل في الرد خلال 3 ايام مش تقعد 3 شهور 3 ايام تروح القضيه للرد ان كان عندك اسباب قولها للدائره الاخرى وخلص وترجع لي او ما ترجعليش تمام لكن مش هقعد شهرين ثلاثه صح وست شهور عبال ما ترجع مزبوط وتروح مزبوط وتيجي والى اخره ودي برضو وسيله بتبقى لكسب الوقت من بعض المحامين وسيله معروفه. الحاجه الثانيه القاضي اللي عنده عذر في القضيه مش حاسس بحرج ايوه بنتيح انه بنقول للقاضي اللي هينظر القضيه دي للدايره انتوا هتاخدوا القضيه دي في الدور بتاعكم كويس في حد عنده حرج اذا عدى عنده حرج بوديها للدايره اللي بعديها على طول تمام مش اوديها للدايره وبعدين تنظر بعد شهرين وبعدين المحكمه تتنحى وبعدين تروح تاني للاستئناف ساعتها بيعلنوا ان القاضي او الدايره استشعرت الحرج استشعر لا لا كل هذه الموانع اشيلها تماما صحيح طيب صحيح. الطعن محفوظ تمام خلال 60 يوم اعمله شهر ومحكمه النقض مفتوح بالنسبه لها اقول لها شهر طب وهي انا اسف يا عدلي بيه كل ده احطه في قانون مكافحه الارهاب مظبوط بس هو الاوقات المرحرحه دي كانت معموله ليه؟ هل معمول المشرع عاملها عشان يفسح المجال للمحامين لاطاله الوقت وكسب المزيد من الوقت؟ القضايا كتيره والرول كتير طب ما ده ادعى يا فندم كتير. طالما القضايا كتيره والتكدس يعني حاصل يعني ادعى ان انا اختزل يعني الوقت يعني مش همده ما انا ما انا بقترح لك بس في القضايا دي أي. علشان ننجز فيه مفهوم في اقتراح انا اخدته من القضيه بتاعت بنتنا المرحومه الشهيده مروه الشربيني المصريه التي قتلت في المانيا في المانيا كانت المحكمه برئاسه قاضيه المانيه القانون الالماني يتيح للقاضي انه يعلن من اول يوم انه سوف يحكم بتاريخ كذا يا سلام خلال هذه من اول يوم من اول يقول النطق بالحكم يوم كذا بحيث ان في خلال هذه الفتره كل اللي عنده رؤيه دفاع يقوله يخلص العمليه تمام فكنت عايز ادخل هذه التجربه دي مهمه جدا دي من الان يبقى اللي عايز لجنه واللي عايز مش عارف ايه واللي عايز اطلاع واللي عايز صور خلال هذه الفتره فكره هايله افكار فكره هايله ولا تخالف لا دي السور ولا اهم خالص حاجه خالص. حفظت على حقوق المتهمين طعن موجود قاضي الطبيعي موجود الضمانات موجوده أيه. اخلص طيب مني. ممكن يعني تسمح لي لو جاز ان انا اشاكس حضرتك في جمله واحده قوي اشكرك كلمه القاضي الطبيعي دي لانها بصراحه بتعمل حساسيه عند ناس كتير في كل جرائم الجنائيه والمدنيه فكره القاضي الطبيعي طبيعي منطقي ومفيش اي نوع من انواع الغرابه في الموضوع اما في قضايا الارهاب انا بستعجب من فكره القاضي الطبيعي يعني قضايا الارهاب التي تتعلق ب يا اما استهداف كنائس يا اما استهداف مساجد يا اما استهداف شرطه او استهداف جيش او منشات عسكريه او شرطيه او ما في حكمهم يعني ممكن ازاي افكر في فكره القاضي الطبيعي ساعتها هذه قضيه غير طبيعيه فبالتالي قاضيها لا يجب ان يكون طبيعيا انا اقول لحضرتك اتفضل في مسائل القوات المسلحه على وجه التحديد ايوه منشاتها عملها معسكراتها القائمين عليها القائمين فيها بمناسبة عملهم طبقا للدستور ده قضاء عسكري كويس فما ما بندخلش دي مع دي حلو يعني النهاردة في خبر انه المحكمة العليا العسكرية ايدت احكام معينة باعدام صح. ناس معينين الى اخر مظبوط انما انا بتكلم على القضايا العادي اللي هي برا ارهاب بس مش جيش مش جيش الجيش يعني لا قدر الله استهداف كنيسة لا دي عادي دي من القضايا العادية بعيد عن الا لو كان ما هو ازاي تبقى عادية عادي انا بتكلم فيه مع حضرتك هي دي قضية استثنائية مش عسكرية بمعنى مفهوم بس هي استثنائية يبقى ساعتها مش طبيعي ما انا بعمل لها لا انا هقول لحضرتك اتفضل انا مش عايز اخلي الناس تفهم ان انا لما اجيب قاضي عسكري يعني
هيؤدي الى الشعور بانه في حاجة هتحصل وضماناتي هتضيع والى اخره. ما انش عايز اشعر الناس بهذا الموضوع. لا بالعكس بالعكس، ده هو احنا طول الوقت بنقول القضاء العسكري زيه زي القضاء تمام المدني. تمام، هو الفارق الوحيد ان في القضاء العسكري بتحصل العدالة الناجزة اللي احنا مفتقدينها في القضاء التاني. انا امكن القاضي الطبيعي انه ينجز باللي انا قلته. الناس كلها خلاص ما فيش مشكله. ماشي، انا مع الافكار اللي حضرتك قلتها. أيوة، انا ببصم عليها بالعشره طبعا. تمام، يعني من حيث انها بتعمل عمليه تسريع وانجاز وتسهيل خطوات، ده ما فيش مشكله. انا من حيث الفلسفه المبدا. أيوة، العام. أيوة، ارهابي او مجموعه ارهابيه استهدفت مواطنين امنين في كنيسه زي الكنيسه بتاعه القديسين، زي الكنيسه بتاعه اسماعيليه او الكاتدرائيه، حادثه متعلقه بعمليه ارهابيه زي بتاعه الواحات اللي فاتت، حادثه ارهابيه مالهاش علاقة بالصفة الجنائية، مش سرقة. أيوة، مش قتل، خناقة، عملية إرهابية متكاملة الأركان. هنا أودي قضية، والمثل اللي طول الوقت كان سايب ألم في نفوسنا يا سيادة المستشار، قضية بتاعت عادل حبارة. عادل حبارة وده بقى قتل جنود 25، حضرتك عارف مداحة رفح فاكرها، قتل 25 جندي ولما نايمهم على الأرض وكتفهم وقتلهم بدم بارد، وفضل 5 سنين ونص يتحاكم مع إنه معترف ومتلاقي يعني كل الاركان متكامله. ايوه، وقعد 5 سنين نقض في ابرم، في استئناف، في نقض في ابرم. هقول لحضرتك حاجه، يعني انا فاهم الفكره، والبعض بينادي ان مثل هذه القضايا تروح للقضاء العسكري. اولا هتبقى مخالفه للدستور قولا واحدا. نمره اثنين، معلش انت بتتنهد بانه يبقى عدل الدستور بقى. يعني هو الدستور معك كامل احترامي في النهايه، لو لم هو الدستور ده مش معمول عشان يحقق الهدف. والله عدل الدستور اولا، ودي اختصاص عسكري يعني للقضاء الارهابيه. انا ما بقولش ان القضاء العسكري يتدخل في حياتنا المدنيه. ايوه، يبقى عدل الدستور. اه، انا بحاول يعني اخد من الدستور ما يتيح لي ان انا اعمل انجاز بالصوره اللي انا لا انا مقدر الموقف. أيوة، حضرتك حاجة بتتكلم بالدستور وبالورقه والقلم على قد ما ده. تمام. الحاجة الثانية اللي أنا أرجو إن احنا ناخد بالنا منها، إنه القضاء الاستثنائي أو القضاء العسكري انطباع، الانطباع في الخارج مش هيبقى مريح. تمام، أفكرك إنه حتى لو بنتكلم عن قضاء إرهاب اللي هو العالم كله بيدينها. أيوة زينا. أيوة، هقول لك ليه وهدي لك مثال. اتفضل. النهاردة على وجه التحديد، وأنت من الإعلاميين اللي بتتابعوا في العالم، فرنسا بتحتفل بإيه؟ بالحادثة اللي اتقتل فيها 200 واحد ارهابي سنة 2015. صحيح صحيح، اللي نزلوا الفرنسيين كلهم وقضوا الشموع في الشوارع وكده. لسه بيتحكموا النهاردة بعد سنتين. امام القضاء العادي الفرنسي بالاجراءات العادية الفرنسية، واعتقد الرئيس ماكرون وقبليه هولاند قالوا ان احنا متمسكين بقواعد العداله وحقوق الانسان، واخده لان سمعه فرنسا هي كده رغم انها حادثه ارهابيه. رغم انها حادثه ارهابيه 100%. فأنا برضو ما أغفلش الانطباع الخارجي على القضاء المصري والعدالة المصرية. وجهة نظر. أنا بجيب مثال النهاردة. طيب، في مسألة القاضي الطبيعي، مع أنه فضل بغصة في الحلق كده كان ماشي، خليه القضاء العادي. القضاء العادي ماشي. قلنا نتحايل على فكرة الالتزام الدستوري دي بتخصيص دوائر. تمام، صح، في دوائر موجودة مش كافي، نزودها، مش كافي، سهلة دي بقى. لا مش سهلة. ليه بقى؟ ما انا هجيب حضرتك عشان تطلعنا كاملا. على رأي حضرتك، انه في النهاية بترجع لمجلس القضاء الأعلى وزارة العدل، يطلع يقول لك أنا أساسا عدد القضاء عندي مش كافي. لا لا، واتفرجوا على الرول، مستحيل تلاقي حد قاضي في العالم بيشتغل زي القضاة اللي في مصر، يبقى عنده 400 و500 و600 قضية في الرول وبيبت فيهم بيحكم. تمام، فيهم. ده يعني حمل ينوء عن حمله الجبال. لا أنا أقول لحضرتك. اتفضل يا فندم. أنا أقدر أجيب، لا العدد كافي، كافي العدد، كافي العدد كافي، وأقدر أعمل دواير زيادة لنظر قضايا الإرهاب موجود، لأن أنا عندي دواير خماسية ورباعية وإلى آخره موجودة. مش لا أقدر أعمل. وبعدين اصل هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يمكن اعتقد ان حضرتك اول واحد بتقوله على مسؤوليتي. لا طبعا، وحضرتك يعني اهل للثقه بقى، انا قصدي بس ان ده الكلام الجديد المختلف الوحيد اللي سمعناه، لانه معظم وزراء العدل ان لم يكن كلهم قالوا كده، حتى المستشار الجليل المستشار احمد الزند في مره كان معايا في مداخله تليفونيه في وقت المعمعه والاحداث، وكان بقول له كذا، بيقول لي يا تامر انا ما عنديش قضاء، لان كل قاضي بيشتغل اكتر من حمله، كل واحد بيشتغل بشغل 3-4. فالكلام اللي حضرتك بتقوله ده مختلف لاول مره. لا، ان حد يقول ان عندنا قضاء كافيين. لا يا فندم، انا عندي في دوائر المدني
ودوائر التجاري، دوائر رباعية ودوائر خماسية، وهي المفترض دائرة ثلاثة. تمام. أخد من هذه الزيادات أعمل دوائر جنائية لتعزيز دوائر الإرهاب، وأقدر أقضي هذه المسألة، ما فيهاش مشكلة عندي. طب ومعقولة كل السادة الأجلاء في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل مش عارفين المعلومة دي؟ عارفين بس توزيع الأدوار بالشكل ده؟ لا عارفين، عارفين، بس هو يمكن كانوا يبصوا للدوائر الجنائية، يعني مش ان في زياده عندي اقدر اخدها من الدوائر المدنيه. هو ينفع اخد من تجاري اقتصادي مدني اخد احط في الجنائي؟ اه طبعا ينفع. اه طبعا. مش فكره التخصص والخبره لا لا، كل سنه في توزيع العمل في الجمعيه العموميه. أيه. بيتبادلوا، ممكن ده يبقى هنا النهارده وده يمكن. اه مفيش مشكله، حد يبقى جنائي النهارده بكره يبقى تجاري. طبعا طبعا مفيهاش مشكله. لا لا مفيهاش مشكله طالما ان عنده القانون اللي بيحكم بيه. لا لا طبعا، وكلهم مدربين على فكره، وكلهم فاتوا بالفن. طيب فكرة بسيطة وسهلة جدا، يعني مش يعني مشكلة. أنا لما زود دائرتين ثلاثة كمان ولا بتاع، يعني ما بالتسعة عشر قضاء ولا 15 قاضي أجيبهم، ما فيش مشكلة. وممكن أكتر من كده بالشكل، بالشكل عام بتقول ممكن دوائر أكتر. ممكن دوائر أكتر. ممكن. صحيح. ممكن. صحيح. طيب فكرة ال عشان نقفل الملف بتاع القضاء، فكرة حالة القاضي وخصوصية القاضي في مصر ومرتب القاضي والوضع اللي فيه القاضي، حضرتك برضو شايف انه يجب ان يحدث عليه تطوير؟ لان السادة القضاء بيقول لك حتى ان وضعنا مختلف عن وضع القضاء بره. القاضي بره في اعلى مكانة. انا هقول لحضرتك حاجة. اتفضل. يا ريت بس في الظروف العادية. اما في الظروف اللي احنا فيها الحمد لله المرتب معقول. ايوه. الحديث عن زيادات والى اخره مثير يعني لحافظة الناس. ليه؟ أنا ما فيش مشكلة عندي. طبعا. يعني كلنا مرضيون والمعقولين وراضيين وبيشتغلوا أضعاف أي واحد من الآخرين. لا هو بيقول لك إن القاضي أولا منصبه جليل، رقم اتنين محظور عليه المعاملات التجارية وكذا علشان يبقى كذا فمتفرغ للشغلانة دي. لا لا بيتحملوا، مستعدين يتحملوا وراضين بالوضع الحالي إلى أن تتحسن الأمور. ده لما بيجي عيد من ميزانية مجلس القضاء الأعلى، مش بيجيبوا من المالية ميزانية مخصوصة. أيوة. عشان يدوا مكافأة كده للقضاة 3000 جنيه على العيد وبتاع، بيتفضحوا في الجرايد. ولو إنها من ميزانية مجلس القضاء، يعني أيوة. مش خدوا يعني ميزانية، مش مقتطعة من ميزانية الدولة خالص، ولا جابوا حاجة استثنائية. مفهوم. إنما القضاء راضون جدا ومستعدون للتحمل أكتر وأكتر. حضرتك شايف إن هم يستحقوا أكتر، بس مش ده الوقت. لا لا خالص خالص. مفهوم مفهوم. طيب نغلق الجلسة أو نرفع الجلسة ونذهب إلى الحياة المدنية أوي. وبسرعة كده نفتح ملف المحافظات وفكرة الإدارة المحلية. ما هي بقى الفكرة اللي أنا مش عارف أقولها. اللي هي اللغط برضو اللي احنا عايشين فيه طول الوقت، هو احنا عايزين إدارة محلية ولا عايزين حكم محلي؟ وهل هي إشكالية في المصطلحات والألفاظ بس والنتيجة واحدة، ولا احنا محتاجين فعلا نحدد الهدف ونمشي وراه؟ اشرح لنا بسرعة كده يا فندم، يعني إيه دي ودي وإيه الأحسن لنا؟ أقول لحضرتك الحكم المحلي معناها استقلال يكاد يكون بعيد المدى فيما عدا القوميات كلها، يعني مثلا القضاء والجيش والخارجية والما يعني تمام الأماكن السيادية اللي هي السيادية. والإدارة المحلية بيبقى أنا عندي حكومة مركزية وأنا إدارة محلية. تمام. المشكلة أعتقد الدستور. أيوة. والحياة بتاعتي إدارة محلية. إدارة محلية بس كان ولا زال إلى أن يصدر القانون الجديد إدارة محلية تتحكم فيها المركزية. مظبوط. مش عايزة كلام. مظبوط. وتتحكم فيها المركزية بشكل شديد. صح. مش كويس. يعني هقول لحضرتك عشان نوريك التحكم في المالية. اتفضل. الأمر ده المأمول إنه يتغير، لأن الدستور الجديد من 2014 جاني بفكرة تطوير الإدارة المحلية إلى استقلالية مقبولة، استقلال مالي، إداري، فني. فده كويس. تمام. وعدى صلاحيات للمحافظ، صلاحيات للمجلس المحلي، واتاح فرصه انتخاب المحافظين. ده الاتجاه الجديد في مظبوط في القانون. ففي تطوير كبير. المركزيه شدتها كبيره. اقول لحضرتك يعني شوف اتفضل، سيبنا من القضاء والجيش والشرطه والحاجات دي، يعني والجامعات كلها مش تبع الاداره المحليه. الطرق العامه مش تبع الاداره المحليه، طريق الزراعة، طريق الصحراوي إلى آخره، نهر النيل مش تبع الإدارة المحلية، السكة الحديد مش تبع الإدارة المحلية، السكة التلغراف والمترو مش تبع الإدارة المحلية،
في العمليه. امال ايه يا ريس؟ طبعا الاداره المحليه فاضل ايه؟ يا ريت يبقى مبدا المحافظه بس طبعا الاداره المحليه. لا ما انا بقول لك كلام. التعليم من لغايه الاعدادي تبع الاداره المحليه، الثانوي مش تبع الاداره المحليه. حاجات كثيره، كل ما البريد مش تبع الاداره المحليه طبعا. ايوه كده. طب امال فين صلاحيات المحافظ؟ ايوه ما انا بقول لك، انا بدي صح. لا ما انا بفكر بحاجة بصوت عالي، لو انا محافظ المجتمعات، فين صلاحياتي؟ المجتمعات العمرانيه الجديده والمدن الجديده كلها مش تبع الاداره المحليه، تبع الاسكان. يعني واخد بال حضرتك؟ طيران طبعا مش تبع الاداره المحليه والاداره. ادي المركزيه. ده المركزيه اكتر من كده كمان. ده انا هقول لك المركزيه مثلا مخليه شكل الرغيف بقرار وزاري ما تقدرش المحافظ يغير شكله. يا سلام. على سبيل المثال يعني. يعني حتى لو عايز اطور ما مش هعرف. المستشفيات المركزيه، المستشفيات الجامعيه والى اخره. طبعا مديريه الصحه. لا تبع الوزير، اللي هي الحاجات المركزيه. مظبوط. هذا الوحدات المحليه التعبانه. مظبوط. شفت قد ايه المركزيه؟ دي مركزيه خانقه. خانقه. بتمشي، كانت بتمشي بخفه ظل المحافظ مع الحكومه المركزيه. اذا خفيف الظل بيتيسر الدنيا بتمشي. يعني شكله النكدي ما كانتش تمشي معاه. فدلوقتي التطوير مع القانون الجديد الى اخره بيحرر المحافظ والاداره المحليه من هذا كله. طب الاول فكره المحافظ اللي يجي بانتخاب، طبعا لسه ما لسه القانون الدستور يعني ترك الساده النواب في اللجنه بيقولوا ان هم مايلين لفكره انتخاب المحافظ. حضرتك مع الفكره دي، فكره انتخاب المحافظ، ولا يبقى تعيين المحافظ لانه بيبقى له معايير معينه وهو في النهايه مسؤول من القياده السياسيه التي عينته؟ لا، في المرحله الحاليه بالحاله السياسيه اللي احنا فيها الانتخاب صعب. صعب. لازم الاول اتفق على سياسه مركزيه يعني للدولة. أي محافظ يجي سواء كان من اتجاهه يقول الانتخاب ده تبع الحزب الفلاني ولا تبع الحزب الفلاني، ليلتزم بهذه السياسة. بمعنى هدي لك مثال. إذا كان سياسة الدولة هي محو الأمية، ما يجيش محافظ تاني يقول لي محو الأمية عندي في المرحلة الرابعة مثلا. إذا تنظيم الأسرة رقم واحد، يجي واحد يقول لا صحيح. أنا من أنصار تكاثروا. ما ينفعش. أنا عايز القوميات لا خلاف عليها. السياسة القومية لا خلاف عليها. إذا حددناها تمام. نعمل انتخاب. وكمان الانتخاب يصلح لما تبتدي تهيئ تربة الانتخاب من تحت، من المحليات ومن اللي هينتخب. أنا هقول لحضرتك. اتفضل. لما أعمل انتخابات، بيبقى انتخابات بس مش المحافظين ورؤساء المدن والآخره. أنا بأتمنى إن احنا نعملها بسرعة، وكان من رأيي إن احنا نبتدي نعمل انتخابات لرؤساء القرى والمجالس والمدن والأقسام. ليه؟ أنا عايز مصر تنشغل طول وتتعلم طول الأيام بإن في انتخاب. هيبقى أنا عندي في حضرتك عايز تنشر ثقافة الانتخاب. أيوه. ليه؟ هقول في المحافظة كذا في انتخاب المركز الفلاني النهارده. بعد بكرة في مجلس قروي. مفهوم. الناس تطلع كل يوم تنتخب. صح. تطلع تتعلم. صح. تقبل. وفي ميزة رائعة لفكرة الانتخاب يا عدلي بيك، وهي إنه بيبقى غالبا واحنا النفس البشريه يعني ضعيفه، انه بيبقى الولاء طول الوقت لمن اجلسني على الكرسي. فلو انا جيت بالتعيين يبقى ولائي لمن عيني، اما لما جاي منتخب هيبقى ولائي لمن انتخبني. بلا جدال. واحنا عاملين في القانون ده الجديد، وانا اشرف بانه يعني كنت عملت الاعداد بتاعه المشروع يعني. أيه. وراح مجلس الدوله وتوافق عليه، بس خد حظه دلوقتي في المناقشات ولسه قدامه. مفهوم. رجعنا الاستجواب للمحافظ ورؤساء المدن والاقسام والى اخره، بحيث تطرح الثقه في المحافظ ونائبه والتانيين، فتحفز الناس على انها تحاسب اللي موجود. صحيح. صحيح. طبعا بضوابط يعني. انما الفكره فيها رجعنا يعني اصل الفكره الديمقراطيه كلها. صحيح. انا سؤالي الاخير متعلق بفكره المحافظ النابغ او النابه او النشيط او في ظل الاختناقات اللي حضرتك ذكرتها لنا عن الصلاحيات والمركزيه الشديده اللي بتحكم عمل المحافظين. بنلاقي في كتير من الاحيان وفي مراحل مختلفه وفي انظمه مختلفه، نلاقي في اي مجموعه محافظين ثلاثه اربعه كده منورين، ثلاثه اربعه شغالين، ثلاثه اربعه عاملين حاجه. دي بتبقى ايه؟ قدرات فرديه ولا لا؟ قدرات إيه؟ فرديه. وبيبقى صاحب قرار. بيبقى صاحب قرار. اذا تخلى المسؤول ايا كان شكله، وزير، محافظ، غيره، عن سلطة اتخاذ القرار اللي هي سمة المسؤول،
انقلب من المسؤول الى موظف كبير. معلش تاني جملة دي يا ريس. اذا السلطة تقتضي قرار. تمام. اذا تخلى عن سلطته واتخاذ القرار خايف او مش قادر او مش فاهم يبقى انقلب الى موظف كبير وليس مسؤول. وما اكثر الموظفين الكبار في مصر. شرفتني ونورتني. شكرا. وشرف كبير ان انا قعدت مع حضرتك. شكرا جزيلا. اهلا بك. وارجوك لا تحرمنا كثيرا من هذه الجلسات. شكرا لامر الله. شكرا.